دعاء وتوسل إلى الله. يا رب، دعاء من يرجوك ويتوسل إليك، أن تجعلنا سببا لنهضة هذه الأمة. استخدمنا، استخدمنا في الإصلاح، لا تتركنا. نعوذ بك أن نأتي إلى هذه الدنيا ونخرج منها كما دخلنا ولا قيمة لنا. نعوذ بك أن نكون في هذه الحياة أصفارا. يا رب استخدمنا، أصلح بنا الأرض، اجعلنا ممن يعملون في أرضك لإصلاحها، يبتغون بذلك وجهك الكريم. وارزقنا الإخلاص، اجعل نهضة الأمة على أيدينا، ارزقنا الإخلاص، تقبل منا، اعفو عنا، اهدنا، استخدمنا، ارض عنا. يا رب هذا دعاء المساكين، هذا دعاء من يخشى أن ينتهي رمضان ولم تغفر له بعد، فاغفر وسامح واعفو، أعتق الرقاب من النار، وبلغنا ليلة القدر، وارض عنا، ووسع أرزاقنا الليلة، مالا كثيرا ننفقه في سبيلك الليلة يا أكرم الأكرمين، واجعلنا نوسع على عبادك، واجعلنا نستخدم المال للإصلاح في الأرض، وتقبل منا، واهدنا، وحسن أخلاقنا، يا رب استجب، آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.